بوتشاي هيلز مشروع سكني جديد بيمتد على الخط الرئيسي من الحدث لوادي شحرور وبيبعد 12 دقيقة من مدينة بيروت. المساحة العقارية اللي بيمتد عليها بوتشاي هيلز هي 85 ألف متر مربع، من ضمنهم مساحات وحدائق خضراء، استراحات وملاعب مجهزة للأطفال بالإضافة لملاعب رياضية متنوعة. بوتشاي هيلز بيتألف من 550 شقة سكنية تتراوح بين 115 و 300 متر مربع. بيتضمن المشروع سوق تجاري خاص متنوع، مطاعم، سوبر ماركت، صيدلية وفرن. بيتوفر بالمشروع كمان عيادات ومكاتب، صالات عرض، جيم وجاردري، بالإضافة لتأمين دش وإنترنت ومولدات كهربائية للمشروع. بوتشاي هيلز مشروع ببلش تسليمه بسنة 2015 وسعر المتر ابتداء من 1500 دولار. بالأشرفية وتحديداً بمنطقة العدلية، بناية جديدة سكنية للبيع مؤلفة من 7 شقق، كل شقة مساحتها 200 متر مربع وكل طابق شقة. منشوفها سوا. مثل ما ذكرنا وقلنا، مساحات الشقق من جوا بالأشرفية 200 متر مربع كل طابق شقة. الفوت دغري على الريسبشن اريا، بلاتر خام، ديكور جفصين، مطبخ، 3 غرف نوم، واحدة منهم ماستر، بالإضافة لهالقعدة صغيرة هون على البلكون اللي مسكر بكورتن جلاس. مطبخ الشقة مألف من كاونتر توب كوريان مع مجلس ستانلس ستيل. إلو كمان ميد روم وحمامه. تابع للمطبخ كمان بريكفاست اريا. البناية اللي شفناها بمنطقة الأشرفية بالعدلية فخمة وملبسة حجر 100%، مؤلفة من 7 طوابق سكنية، كل طابق شقة بمساحة 200 متر مربع. حالياً البناية للبيع بكاملها، وسعر البناية بالسوق 4,057,000 دولار. بمنطقة أدما بكسروان عم نتعرف على بروجكت بناية جديدة فخمة مؤلفة من شقق مفرزة للبيع. شو الشقق الأفيلبل؟ منشوفهم سوا. أول طابق مساحته 385 متر مربع، مؤلف من 3 ريسبشن أرياز، وحدة داينينج روم، فاميلي روم، وثلاث غرف نوم ماستر. تابع لإله تيراس أول أراوند بمساحة 260 متر مربع. تاني طابق مساحته 340 متر مربع، بيتألف من 3 غرف نوم، 3 ماستر، وبيتميز بديك تيراس مطل على الفيو، وتابع له جنينة مساحتها 90 متر مربع من ميلة ورا. تالت طابق من هالبناية مألف من 334 متر مربع، 3 غرف نوم، 3 ماستر، وفاميلي روم بالنص. آخر شقة available للبيع هي طابق الدوبلكس، مساحته 535 متر مربع، وتابع له تراس على روف بمساحة 130 متر مربع. مواصفات هيدي الشقة بتتضمن electric shutters، هيتر على المازوت، air condition، ومطبخ بيتسلم حسب طلب الزبون. تابع لكل شقة 3 parking underground، بالإضافة ل storage room تستعمل as a driver room كمان. شقق فخمة للبيع بمنطقة أدما بشارع فخم كتير، بيتميزوا بفيو ما بيتسكر عليه. starting price 2550 دولار بالمتر.